مرحبا أصدقائي، النهاردة جايين نتكلم عن العظام المكونة لأجسامنا. جاهزين؟ يلا بينا. ما تخافوش يا أصدقائي، ده مش شبح، الهيكل العظمي المكون لجسم الإنسان. ونبدأ مع الرأس. يوجد في الرأس عظمة الجمجمة، وهي اللي بتحمي رأسنا من الخبطات والصدمات اللي بنتعرض ليها. عظمة الفك، وهي عظمة أسفل الجمجمة، وهي أقوى عظمة في جسم الإنسان. عظمة الكتف، وهي عظمة مثلثة الشكل وتسمى شفرة الكتف، وهي تحمى بواسطة العضلات. القفص الصدري، وهو مكون من 12 عظمة، تقوم بحماية القلب والرئتين من الخبطات والصدمات اللي بنتعرض ليها. عظام الذراع، يتكون الذراع من 3 عظام رئيسية. عظمة العض، وهي التي تربط بين الجسم والذراع. عظام الساعد، يتكون الساعد من عظمتي الزند والكعبرة. عظام اليد، تتكون راحة اليد من 3 مجموعات من العظام. عظام الرص، عظام المشط، عظام السلاميات. عظام الأرجل، تتكون الأرجل من 3 عظام رئيسية. عظمة الفخذ، وهي أطول عظمة في جسم الإنسان. عظام الساق، ويتكون الساق من عظمتي الشظية والزنبوط. عظام القدم، تتكون راحة القدم من 3 مجموعات من العظام. عظام الرسخ، عظام المشط، عظام السلاميات. يتكون الهيكل العظمي لجسم الإنسان من 206 عظمة، نصفهم يوجد في الأيادي والأرجل. يوجد لدى الطفل الرضيع 300 عظمة، بينما البالغ يوجد 206 عظمة فقط، وذلك لأن هناك عظام صغيرة تنصهر مع بعضها مكونة عظمة كبيرة بعد مرحلة الطفولة. هاي أصدقائي، حان الوقت لأن أذهب الآن. مع السلامة. مرحبا أصدقائي، لو عجبك الفيديو دوس اشتراك، ولمزيد من الفيديوهات فعل الجرس.